هذه المرة رحلة الهروب من الصين بسبب الكورونا، هذا الفيروس اللي دمر الصين. خطرت لي فكرة عالمية، كيف أعمل مفاجأة لهجيل وما تعرفش، تكون لابس اللبس عن الإسلامي. بقول لي رسلت لك هدية مع صديقي بيتواصل معك وخرج استلميها. يا صباح الخير، أخيرا وصلتم. انا موعد حبيب، انا موعد حبيب، وما ادري ايش البس، ما ادري ايش البس، خايف من اشوفه ما اتنفس. انا موعد حبيب، وما ادري ايش البس، ما ادري ايش البس، خايف من حبيب. الساعه 5، الساعه 5، بشي جاني مرتبك من الزين. ايش معنى نلتقي بعد ما قال لي سنتين صورتك على اساس مفاجاه؟ الان خلي صديقي يساعدني، يتصل بهديل يقول له هذا احنا قريب، هذا قد انا قريب والهدايا معي. سبعة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام هديل. ايوه انا قد انا قريب، ممكن 25 ثنتين، 25 يلا عم بخلق. تمام، هديل يا اول عشق وحب من صديق يجري ويا حساسي. بابا تعال حسيتك تهوى. أيوة تعال يصعد ويا انفاسي. يا اول عشق وحب من صديق يجري ويا حساسي، حسيتك تهوى وانت الهوى يصعد ويا انفاسي. غير انت الكبد اللي يقصدكي، ما عاشق احد مثلك يا بنت، بس انت ليه. هذا بابا ولا مش بابا؟ مش بابا. والله انه بابا. بابا عفيف، قال لك مش بابا، والله بابا. هدي ناني. شكرا. ماما. بابا تعالي هدي. ماما. ليش بك يا بابا؟ انا عفيف. بابا، ماني ذي. بابا، ليش تبكي ليش؟ ماما. انا بابا، والله بابا. بابا ايش يا بابا؟ ضيفته. انا ضيفته؟ ايه كثير. انت كبرتي والله. ضيفته انا مشالين بابا، شكله تغير والله، تغير زياده. ايوه عشان اصور لك يا بابا. ما نفترق، صير انت كل اهلي، كلك صيري.